مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، التواصل جاري هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. ومنذ لحظات أعلنت لجنة هذا الميدان عن انطلاقة شوطنا الأول الرئيسي، والشوط الأول الرئيسي خصص للإبكار، ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس ما شاء الله مع هذه الرحلة الجميلة والشيقة والممتعة. ما شاء الله، هناك دائما نذهب بالصدارة، نذهب إلى المركز الأول لنتعرف عن صاحبة المركز الأول وصاحب المركز الأول. ما شاء الله، بنقول اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول هيا وصانب بن علي مطر بن علوان. النقلة على المركز الثاني سلطة مطار بن محمد بن أحمد بن رفيعة، وثالثا هناك ما شاء الله الشاهينية شعار بن رفيعة يمع محمد بن رفيعة الفلاسي، وفي المركز الرابع المزن سعيد بن عبد الله بن محمد بن هلي، وخامس المراكز هناك مرموقة يمعه بن محمد بن رفيعة. هكذا كانت النتيجة وكانت رحلة انطلاقة سن الفطامين. ما شاء الله، 1500 هو بن علوان معه السيطرة، اللي يقدم ما شاء الله هياضة ثالم بن علي بن مطر بن علوان الكتبي. ولكنها المزن أيها الإخوة تفتح الأبواب، تقلع ما شاء الله على المركز الأول. شكرا يا أبو شهاب على هذا الأداء اللي تقدمه هنا المزن سعيد بن عبد الله بن محمد بن هلي. سلام، النقل على المركز الثاني هناك الشاهيني يمع بن محمد بن رفيعة، وثالثا هياضة سالم بن علي بن مطر بن علوان، وفي المركز الرابع شعار بن واس أمسري بن سيف بن نايع بن واس مع روعة. هكذا كانت النتيجة. الله يا هياضة اللي مسيطرة على المركز الأول، اللي صامدة على مقدمة الشوط. والسلامات مع الخوانيج، يسعد لي صباحكم والله، صباح الورد، صباح النواميس، صباح الانطلاق، وصباح الاندفاع على منصة هذا المركز الأول. تهانينا سعيد بن عبد الله بن محمد مهلي منصة فوزه واستفتاح هذا الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني هناك سلطة مطار محمد بن أحمد برفيع، المركز الثالث سالم بن علي بن مطر بن علوان، المركز الرابع مسري بن سيب بن نائب بن وازو، بالمركز الخامس يمع محمد بن رفيعة الفلاسي. توقيت الزمنين بنقول 2:17:37 جزم الثاني. تهانينا والناموس.